قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وذكر لنا وفتاك قول وظهر عن ذكرك الغافل اللهم صل افضل الصلاه على أسعد مخلوقاتك الشمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى معلوماتك ومنال كلماتك كلما ذكرت ذاتك ومطر عن ذكرك اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك الشمس سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تكفلت وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله